مباراة تجمع المشاهير شاهدوا المزيد من التفاصيل. كما يعرف الجميع اليوم مباراة كرة السلة، وجمعت هذه المباراة نخبة من مشاهير دبي، من بينهم نارين بيوتي وخطيبها رامي، أيضا أسام مروة وشيرين بيوتي اللي كانوا بدرهم متواجدين في هذه المباراة، وغيت مروان وسار الورع اللي بدرهم أعلنوا عن تواجدهم هناك. ولاحظ الجمهور أنه أسامة ما قعد بجانب عائلة البيوتي واختار أنه يقعد في الجهة الثانية بجانب خطيب نارين بيوتي رامي، وعلق الجمهور انه هو قاعد هناك مشان ما يلفت الانظار لعلاقتهم. وكانت تحليلات الجمهور انه كان مقدم قاعد ورا شيرين بيوتي، علقوا عليه انه هو نفس المقدم اللي سبق وعمل مقابله مع اسامه مروه. فشو رايكم بخصوص هذا الخبر؟ ايضا لاحظ الجمهور انه اسامه طيله المباراه كان عم يطلع على شيرين بيوتي اللي كانت قاعده قدامه. ايضا كان متواجد في هذه المباراه سر الورع وغيت مروان وكمان بيكي. ولاحظ الجمهور انه سر الورع اعتمدت اوتفيت مثل الممثله التركيه هاندا ارتشل اللي كانت متواجده بالامس في نفس المباراه، حيث اعتمدت سارة بنطلون عريض مثل هاندا. وكمان الجمهور شبه قعدت سارة وطريقه تصويرها مثل الممثله التركيه هاندا. فشو رايكم بخصوص هذا الخبر؟